عشاق البليله اليومين دول كتير جدا، وكله كوم بقى وايه ينزل عليها كده المكسرات وعليها السكر وعليها جوز الهند وكله كوم، وينزل بقى الحليب المغلي اللي مليان دسم كده ومليان قشطه. يا جمال الحليب نازل على البليله الجميله، حاجه تفتح النفس من الاخر. شايفين المنظر والحلاوه والطعامه، وكله كوم بقى في البليله والسر بتاعها القطير اللي موجود عند ابو احمد في ابو كبير. كل كوم والسمنة البلدي اللي بيقدحها كده، شايفين المنظر بتوش كده، حاجة غير طبيعية. بليلة مكسرات، سمنة بلدي، سكر، واضرب يا باشا. عم احمد موجود في شارع التحرير في مدينة ابو كبير في محافظة الشرقية بلد الكرم. الطبق ده تمنه 10 جنيه، سمنة بلدي وحليب ومكسرات وبليلة ب 10 جنيه يا جماعة. انا بصراحة قعدت اقلب كده وقلت اقول بسم الله كده وارفع البليلة، وبصراحة طعمها عجبني رائع، فقلت كمان اشرب الحليب بالسمنة البلدي عشان الواحد يرم عظمه. فاكتشفت ان جت رعشة بسيطة كده مع رفع حواجب. كل الشكر لعم احمد المحترم، كل الشكر للناس المحترمين في ابو كبير، وانتظروا فيديوهات كتير.